أصبت بإيدي وبصدري. أسبوع كامل قعدت بغيبوبة. بإيدي وبصدري، بإيدي وبالرئة وبالكبد وبالحجاب الحاجز. هو مش حرجع عادي، فيش حد رجع. بعد الساعة 3 أنا ما لقيته موجود، أخذت حالي ورحت عليه. أيام تبع مسيرة العودة تقريبا 1000 متر بكون المسافة. لما صرت على مسافة 4 متر منه سمعت صوت طلق ناري، فلقيته هو لف لفتين في الهواء، وأجوا شباب 2 حملوه وجابوه. كانت الشيالة تبعت الإسعاف عندي بالضبط. باستمرار لما أعرف إنه راح السلك أروح أجيبه. شوف، كل الأطفال ما حدا من أهاليهم راضي إنهم يروحوا. بس هي بالنهاية كل مسيرات العودة صرخة ألم، يعني صرخة ألم من وسط الحصار. صوبت في يوم الأرض تاريخ 30/3 يوم الجمعة، كنت على الحدود الشرقية في رفح. كان في آلاف 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 المتظاهرين والمتظاهرات، شباب وفتيات ونساء وأطفال وشيوخ. ورجعنا أنا وصحبيتي، لما وصلنا لقينا كل الشباب رجعين كلهم لورا، ما حد متقدم. فمسكنا أنا وياها إيد بعض وصلنا نقدم قدامهم، وأجوا باقي البنات صاروا يمسكوا إيدينا، والشباب صاروا يهتفوا لنا ويشجعونا أكثر مشان نقدم أكثر. كنت أمسك الأعلام وأغرسهم وأقرب أكثر وأكثر. طبعا يعني كنت أنا محروقة، يعني من جوا كنت بغلي، يعني أنت عارف شوفي كل الظلم يعني أنت بتعيش كل يوم. لما لوحت في العلم سمعت صوت طلقات، صابت صدمة. أول ما شالوني وقعت على الأرض، بعدين شالوني ثاني مرة ودوني على الإمبلاس، وكنت يعني بدي أنام، كنت وجع كتير. هلا أنا أول ما صوبت كنت رح أموت، بعدين كنت في حالة بتر، بعدين الحمد لله الدكاترة يعني كانت معجزة أصلاً، يعني ما بعرف يعني حكوا لي، يعني كانت مستوى نجاح العملية الكبرى كانت بتاريخ 1/6، كانت رح تقرر مصيري، رح تبتر، رح تكون موجود بس يعني كمنظر بس هيك، أو إني رح أرجع أمشي. فكانت يعني محتمل العملية إنها تنجح بس 20%، بس الحمد لله أنا نجحت 80%.